النهارده هنتكلم بطريقة مبسطة جدا على ازاي احدد المكان الاثري اللي موجود في المنزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة الطب البديل عبد الله عطار. احب اشكر اسرة الطب البديل، كل الناس اللي كانت موجودة معانا قبل كده والناس اللي اول مرة تشوفنا. بس انت لو اول مرة تشوفنا ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير لمعرفة الغير عشان نستمر ان شاء الله ونقدر نفيد الناس كلها. فيديو النهاردة تكملة للفيديو اللي فات، في فيديوين اتكلمنا عليهم مهمين جدا عن الرصد والأرصاد اللي موجودة في البيت ومدى تأثيرها على الأشخاص والحيوانات اللي موجودة. في ناس كتير تواصلت معنا وناس كتير كتبت لنا في التعليقات وتواصلوا معنا عايزين يعرفوا، طب احنا خلاص دلوقتي عرفنا ان في مشكلة موجودة عندنا في البيت او في الارض او المزرعة بتاعتنا، ازاي نقدر نحدد المكان؟ النهارده هنتكلم في فيديو مهم جدا، هنتكلم ازاي لو انا عندي مكان اثري داخل المنزل او المزرعه او الارض، ازاي اقدر احدد مكانه بدون لجوء لشيخ او لدجال او ايا كان، مثلا زي ما احنا بنسميه بالاجهزه وكشف معادن والكلام الكتير اللي احنا بنسمع عنه ده. هنتكلم بطريقه مبسطه جدا على ازاي احدد المكان الاثري اللي موجود في المنزل. اول حاجه طبعا بعد ما عرفت ان في مشكله موجوده عندي، طبعا احنا اتكلمنا في فيديو سبته لكم تحت برضو في صندوق الوصف، هتلاقوا الفيديو اللي بيتكلم عن الرصد ولو انا في رصد موجود عندي في البيت مدى تاثيره على الحيوانات او الاشخاص الموجودين. فيديو مهم جدا، النهاردة تكملة للفيديو ده ان شاء الله هنحدد المكان. هنعرف ازاي نحدد المكان، بس قبل ما نبدأ الفيديو، انا ما بشتغلش في الحاجات دي، ماليش اي علاقة بان الكشف على الاماكن، بس انا عايز اساعدك ان لو في مكان موجود عندك في البيت ازاي تقدر توصله زي ما قلنا بدون اللجوء للدجالين او المشايخ. طريقة ممكن تكون غريبة لناس كتير جدا ولكنها طريقة مجربة في أماكن كتير جدا جدا. طريقة النهاردة كلها هنستخدمه فيه عبارة عن ملح خشن زائد فحم، قطعة فحم صغيرة جدا وملح خشن، مش أكتر من كده. هنعمل الطريقة دي إزاي؟ هنعملها بطريقة مبسطة جدا. هنجيب أول حاجة كمية مناسبة من الملح ما تعادل مثلا كيلو، وهنجيب زيهم برضو كمية مناسبة زيهم برضو أو معادلة ليهم من الفحم، مش لازم كيلو، انا قصدي في الحجم يعني، لان طبعا الوزن بيختلف من ده لده، ولكن كميه معادله لكميه الملح اللي موجوده معايا. هنجيب كميه الملح اللي موجوده معانا وبرده كميه الفحم ونقلبهم على بعض، وهنبدا في قراءه فكشفنا عنك غطاء وكفى بصرك اليوم حديد، هنقراها 21 مره، وهنبدا في قراءه ايه الكرسي 21 مره بنيه، القران يقرا بالنيه، بنيه كشف المكان اللي موجود عندك. بتقرأ الآيات دي وبتقرأ في كل ركن من الأركان المكان، الغرفة أو الصالة اللي موجودة عندك، بتبدأ تحدد، بتشاور بإيدك وتقرأ آية الكرسي 7 مرات في كل ركن من الأركان، وبتبدأ برش الملح بالفحم، طبعا هما متقلبين على بعض، بتبدأ برشهم في المكان المراد الكشف عليه أو المكان اللي انت شاكك فيه، بتبدأ ترش الملح والفحم كده بطريقة عشوائية في المنطقة كلها او في الصالة او في الغرفة اللي احنا بنقول عليها، وبعدين بتبدأ بقراءة آية الكرسي في كل ركن من الاركان زي ما احنا قلنا، كل ركن بتقرأ فيه آية الكرسي 7 مرات وانت بتشير على الجنب او الركن بتاع الغرفة او الصالة، وبعد كده بتقفل الغرفة او الصالة لمدة 24 ساعة، يعني لمدة 24 ساعة ما بتدخلش عليه. اللي هيحصل ايه علشان اعرف ان فيه هنا رصد او ان فيه هنا مكان اثري داخل المكان ايا كان، صالة او غرفة او مكان مفتوح، بيبدأ يتجمع الملح لوحده وبيبدأ يتجمع الفحم لوحده، بتحصل حاجة غريبة، بتلاقي الملح والفحم انفصلوا على بعض، وبكده بتعرف ان انت المكان اللي انت حددت الاربع اركان بتوعه ان داخل المكان ده فيه مكان اثري. بنعيد الكلام وبنقول تاني، انا ما بشتغلش في موضوع الكشف على الاثار، ولكن في ناس كتير جدا في التعليقات اللي فاتت وفي ناس خدوا الارقام من على المنتدى وتواصلوا معانا عايزين يعرفوا، انا خلاص انا كل الاعراض اللي انت بتقول عليها موجود عندي في البيت، يعني في الفيديو اللي احنا سايبينه في صندوق الوصف تحت كل الاعراض بيقول ان هو في مشكلة موجودة عندي في البيت او في رصد موجود عندي او في مكان اثري موجود عندي في البيت، ازاي اعرف احدد مكانه ايا كان علشان اتجنب المعيشة فيه او ابدأ في تحصينه. فدي الطريقة ان شاء الله مبسطة وفي متناول اي حد ممكن يعمله بعيدا عن المشايخ والدجالين او الاجهزة المشهورة اللي هي كشف فراغات وكشف على المعادن،
احنا بنقول لك دي طريقة بسيطة جدا ممكن تعملها بنفسك وطريقة مجربة جدا، وان شاء الله لو لقيت حاجة زي كده وبدأ الملح او الفحم كل حاجة انفصلت عن مكانها كده تأكدت ان في حاجة موجودة في المكان. تابع معانا الفيديو، تابع معانا السلسلة، هنعمل ان شاء الله طريقة مبسطة وسهلة جدا برضو بدون اللجوء للمشايخ وبرضو بدون اللجوء للدجالين والأجهزة الحديثة أو الأجهزة المشهورة بتاعت كشف المعادن والفراغات. لو تابعت الفيديو للآخر ما تنساش الاشتراك في القناة عشان بيك ومعاك إن شاء الله نوصل للمئة ألف، وعلشان إن شاء الله تنتظر الفيديو اللي جاي هيبقى فيديو مهم جدا. لو أنت من الناس اللي هي لقت الفحم بقى لوحده والملح بقى لوحده داخل المكان، يعني أنت من الناس اللي هي بتبقى منتظرة الفيديو ده، الفيديو اللي جاي فيديو مهم جدا، ازاي احدد العمق بعد ما حددت المكان، ازاي اقدر احدد العمق بدون اللجوء للمشايخ او الدجالين او الاجهزة الحديثة. وبنفكرك لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل بسرعة اشترك على العلامة الحمراء اللي تحت دي، دوس على اشتراك، دوس على الجرس، سبسكرايب، فعل الجرس، وما تنساش مشاركة الفيديو للاحباب والاصدقاء عشان تعم الفايدة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.